في ظل الانفلات الأمني المتصاعد في المحافظات الجنوبية وتسيد الميليشيات في محافظات عدن وأبين ولحج، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حادثتا سطو مسلح في محافظتي أبين ولحج. ووفق مصدر أمني فإن مسلحين مجهولين تقطعوا لأمناء صناديق التربية والتعليم في المحافظتين ونهبوا 40 مليون ريال في عمليتين فاصلتين في محوطة لحج ومديرية الوضيع الواقعة في محافظة أبين. استهدف طيران العدوان السعودي مؤسسة الأسماك في مديرية ذباب بسلسلة غارات جوية، وتسبب بإحراق 7 قوارب صيد، كما تسبب بدمار كبير في محلات المواطنين ومنازلهم في المنطقة. وجاءت تلك الغارات بعد ساعات من استهداف طيران العدوان مجمعا تجاريا وعددا من المحال التجارية التابعة للمواطنين في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. سجلت أسعار الذهب في العقود الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1074 دولارا و98 سنتا للأوقية. سجلت أسعار الذهب في العقود الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1074 دولارا و98 سنتا للأوقية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب تزامنا مع تراجع سعر الدولار وانتعاش أسعار النفط في تعاملات محدودة لموسم العطلات. تكبدت الاقتصاديات العربية خلال السنوات الماضية خسائر فادحة بسبب تصاعد أعمال العنف. ووفق دراسات اقتصادية فإن الاقتصاديات العربية تكبدت على مدة السنوات الماضية تريليوني دولار نتيجة أحداث العنف والتوترات السياسية. وقدر معهد السلام الدولي في ستوكهولم الخسائر السنوية المباشرة والغير مباشرة لأعمال العنف بنحو 15 تريليون دولار سنويا، والتي تمثل 15% من الناتج المحلي العالمي السنوي البالغ 103 تريليونات دولار. في ظل ترجيح وكالة الطاقة الدولية تراجع أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا العام القادم، توقعت منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبك تعافي سعر النفط ليرتفع إلى 70 دولارا للبرميل عام 2020. وانخفضت الأسعار من 110 دولارات للبرميل صيف عام 2014 إلى أقل من 37 دولارا للبرميل الآن نتيجة لزيادة العرض وتباطؤ الطلب.